السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. من أكبر الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس الذين يعني يشترون البغبغاوات والعصافير، يعني يظن هذا الإنسان أنه سيأتي بهذا القص أو بهذا الجوز من العصافير والعصافير مباشرة ستقوم بالتفريغ والتزاوج. طبعا هذا أمر مغلوط تماما، الأمر يحتاج إلى وقت طويل. يعني أنت ممكن تكون عندك يعني زوج من العصافير أو من البغبغاوات، والزوج دوت بقاله يعني ممكن يعني يمر الموسم، يعني تمر عليك سنة كاملة وهذا الزوج لا ينتج ولا يفرخ ولا تزوج. لماذا؟ لأن تغيير المكان بيعمل عند الطائر صدمة كبيرة جدا. ولو حضرتك انت جايب العصافير ومنتظر ان هم يعني يفرخوا وان هم يتزوجوا بسرعة، فيعني انا بقول لك الوقت انت هتحبط، وبالشكل ده كمان هتخسر خسارة كبيرة جدا، لان انت هتبيع الطيور لانك هتصاب بحالة من اليأس. فلازم تعرف ان الطيور والعصافير لما بتغير مكانها بتاخد وقت طويل جدا، وما تقعدش بقى كل شوية تدخل على الطيور وتفتح البياضة. كل ما تخش على الطيور تفتح البياضة طبعا ده غلط كبير جدا، سيشعر الطيور بعدم الأمان.